من جديد مرحبا بكل مستمعين ومستمعات دائما على الإذاعة الإيجابية شادة إف إم. مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم دائما على رقمنا اللي هو 0522 36 92 92. دائما تواصل غير مشروط كذلك من خلال الصفحة الرسمية شادة إف إم. مرحبا أكثر بالتفاعل ديالكم من خلال موضوعنا اليوم. أكيد مازال مكملين في الخضر الورقية. اليوم غنكملوا الحديث ديالنا. كنا تكلمنا على ليزيبيناغ أو السبانخ بشكل غير مستفاد، ولكن اليوم تكلمنا على مسألة اللي هي مهمة. ليزيبيناغ عندي جوج الأرقام لما مقاطع شو أستاذ، عندي جوج الأرقام اللي عارفهم. لا نشوف نشوف بعد. مرحبا بك. اهلا وسهلا. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. امورك هانية؟ الحمد لله وشكرا. هاد 0619 ماشي ديالي. يلا نيشان على الهواء مباشرة. على الهواء مباشرة. انا اخذوا فاصل وتصوني لي في الارقام ديالي بزوج ارقام. انا وحده كتصوني وحده لا. وي شنو؟ عادي عادي استاذ. مرحبا بك. مرحبا بخير. صافا امورك هانية؟ صحتك؟ النقاش كان بيني وبين الاستاذ على الارقام ديال جميلة ايوب. اكتشف ان عندي ثلاثة الارقام وانا كنقول عندي غير جوج. هادشي اللي عطى الله. المستمعات غيسمعوا غيقول لك عندها جوج. صافي. وي وريني اللي نحيد باش نخليها هذوك. فوالا مرحبا. اذا اليوم غنتكلموا على ليزيبيناغ. ليزيبيناغ اللي بزاف الناس مشات في انها ماده اللي هي غنيه بالحديد على ما يقال وما يشاع. اللي ما نتاكدوش هذه المعلومه صحيحه او لا وكيف دجا تكلمنا عليها وعطينا اشاره مقتضبه. اليوم غنتفصلوا فيها بشكل كبير. غنبغوا نعرفوا لا فامي ديال من اي عائله كتنتمي لها ليزيبيناغ او السبانخ. كيفاش ممكن الانسان يتعرف عليها كماده؟ فاش مفيده؟ الكميه والكيفيه ايضا. مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. رقمنا راه الاشاره اللي هو 0522 36 92 92. اذا بداو ليزيبيناغ من عائله كتنتمي لها السبانخ او ليزيبيناغ. كتنتمي للعائله ديال الكينوبودياسي. الكينوبودياسي و لسبيس ديال الكينوبوديوم بونوس اوريكوس. الوغ هاد السبانخ اللي معروفه في يعني على المستوى دابا الان الدولي. بدات التاريخ ديالها بدا بايران. ايران هي اللي كانت معروفه بسميتو كما كيقولوا بديك لا بلانت دو فاسون سبونطاني سوفاج. كانت موجوده عندهم بواحد الشكل هذا، ولكن في الوقيته اللي درت عليها ابحاث وتبين بان عندها فوائد غذائيه وفوائد كذلك صحيه، ولات كتنتشر بارتو، ولات دابا الان موجوده على جميع البقاع الارضيه اللي موجوده على وجه الارض. كاين ولات في اوروبا بواحد الشكل كبير، ولات كذلك في الولايات المتحده الامريكيه بواحد الشكل كبير، اضافه الى شمال افريقيا الان ولا الكل كيحاول يزرعها. لا لشيء وانما للفوائد العجيبه اللي كاينه فيها، واللي غادي نطرقوا لها ان شاء الله من خلال هذه الحلقات اللي غادي نتكلموا على السبانخ. السبانخ معروفه انها موجوده عند كمالين الربيع اللي كنقولوا حنا عند الخضاره. وقتها اللي كتمشي للمارشي كتلقى واحد الراجل وواحد المراه حاطه الربيع، كتمشي عندهم كتلقى عندهم داك السبانخ. الان ولات المساله ديالهم بما انها تعرفات انها لها فوائد طبيه، ولو كيديروها كذلك حتى سو فورم دو بودر في سوا اون جيلول ولا في دي ساشي. وخلاص عند دوك موالين الربيع اللي كنكونوا حنا كنعرفوا في المارشيات ولا في السواق كتلقاهم حتى هما ولاو كيديرهم في واحد دوك الساشيات اللي كيكونوا طوال، باش كيعطيك ليكيفالون ديال واحد يا اما رابعه يا اما نص كيلو. فاش كتهبر كتلقى رابعه حتى نص كيلو. الطريقه ديال الاختيار ديال ليزيبيناغ، من الاحسن لما تشد الورقه ديال ليبيناغ وتنيها، الا تنيتيها كتسمع الطق بحال تهرسات، انك تعرف بان الورقه ديال السبانخ راها جديده وممكن انك تستفد من العناصر المغذيه ديالها، او في الوقيته اللي كتشدها وكتلقاها تلوات عندك هنا كتعرف بانها قديمه، وبالتالي ممكن ان واحد المجموعه ديال العناصر المغذيه اللي كاينه فيها ما غتبقاش تستفد منها. كذلك الورقه ديالها كتكون خضراء والخضوره ديالها كتكون يعني كما كيقولوا تري كونسونطري وكتلمع. هادو كلهم علامات اللي كيبينوا بانها راها سميتو هاد الورقه ديال ليزيبيناغ ممكن ناخذها، وممكن انني لما ناخذها نستفد من الفوائد المغذيه والصحيه اللي كاينه فيها. ممتاز. قلنا اذا كانت لاويه
اولا الا كانت بداو كيبانوا في شي اماكن فيها بحال مشرقين اولا بداو كيبانوا فيها دي طاش نوار ولا دي طاش صفر هنا كتقول بانها ليبيناغ ولا هذا النوع ديال لي سيبيناغ راه فايت 24 ساعه فايت 48 ساعه اذا من الاحسن ان الانسان 48 ساعه و24 ساعه ديالاش انه ما تحطاتش في لا كونسيرفاسيون لان حتى الا تحطات في كونسيرفاسيون دابا نتكلموا على الطريقه ديال التخزين ديالها الا تخزنات بالشكل اللي خصو يكون اوتوماتيكمون ما كتلواش ما كتفقدش ديك الخاصيه ديال انها كتهرس عند التنيه ولكن الا بقات في الزنقه يعني بقات عندك الخدار خلاها فوق ديك في ديك البلاصه اللي كيكون كيبيع فيها وبات عنده الليل لغت ليه كتلقاها الوات او بعد يومين كتلقاها الوات وكتلقى هذوك الخاصيات اللي كيبينوا بان راها مازال طريه ما بقاتش فيها موجوده الحمد لله في المغرب كامل والفوائد ديالها جد جد مهمه هي كان الاصل ديال هاد لي زيبينا جات باللغه الفرنسيه جات من بعد ما خدات الاصل ديالها من اسبانيا لان لي زيسبان كانوا كيستعملوها وكانوا كيسميوها اسبيناخت اسبيناخت هما وجايه من العرب اللي كانوا كيسموها الاسبيناخ العرب فاش كانوا في ديك الساعه في اسبانيا كانوا كيسموها الاسبيناخ والاسبانيول من بعد ولا كيقولوا اسبيناخت والما جات ولات كتزرع كذلك في فرنسا ولاو ديك الساعه قلبوا لها السميه ولات لي زيبيناخ داكشي اللي الان وصلنا على اساس انه لي زيبيناغ جايه من واحد الاصل بالشكل اللي تكلمنا عليه اسيا الوسطى دابا ولات معروفه بواحد الشكل عجيب في الانتاج ديال لي سيبيناغ وتفننوا في الانتاج ديالها علاش لما عرفوا بان الفوائد ديالها جد مهمه شنو كتبغي السبانخ كتبغي الارض اللي تكون مرمله كتكبر بزاف في الارض الرمليه عوض من التيرس ولا عوض من الارض المحجره كتلقى في الارض الرمليه موجوده بزاف ولكن الارض الرمليه اللي عامره بالمواد العضويه بحال اللي كيزيدوا لها شويه الغبار ديال البهايم ولا اللي كيعطيو لها اللي كيديروا لها داك الكومبوست من غير هادو كتلقى بان المنتوج ديالها وهاد الغنى ديال الارض بهاد المواد هي اللي كتخليها تعطي هذيك الخضوره المهمه وتعطي هذيك يعني الخاصيه ديال لي زيبيناغ اللي مزيانين الوغ لما كنتكلموا على هذا الامر هذا نشيروا لواحد الخاصيه عاوتاني جد مهمه الان لما ولاو الناس كيشوفوا بانها مفيده وعندها فوائد صحيه زوين مخيره ولاو كيربيوها يعني ولات كتزرع في الحقول يعني الانتاجيه في الوقيته اللي ولات كتزرع في الحقول الانتاجيه بطبيعه الحال غادي يعالجوها غيعالجوها بمضادات سميتو مضادات الحشرات مضادات الميكروبات مضادات ولكن في المقابل تبين بان اوراق ديال السبانخ كيبقاو شادين في الورقه هادوك اللي سميتو المبيدات ولا بقاو شادينها تقدر تكون هناك لها انعكاس سلبي على الصحه ديال الانسان فهذا الامر هذا ديال لو تريتمون اللي كيدار لي زيبيناغ حنا كنقولوا للفلاح او لا كنقولوا للمنتج الله يهديك تحترم دوك الشروط ديال استعمال ديال المبيدات أوكي. وما تخرج السبانخ للبيع حتى تفوت ديك لا بيريود دو ريمانونس يعني لا بيريود اللي غيكون الورقه تخلصات من دوك المبيدات اللي كاين فيها وبالتالي لما يخرج للسوق ما يتاداش داك البريء اللي كان معول على اساس انه غادي يستافد من القيمه الغذائيه ديالها ويستافد من القيمه الطبيه ديالها غير لقى راسو بانه بدا كياكل لي بيستيسيد معها وبالتالي غادي يولي كيدمر الذات ديالو عوض ما يقدها. نعم هادشي علاش في لي زيبيناغ ديما كتكون الطريقه ديال الغسل ديالهم طريقه اللي هي مختلفه وكتغسلوا ثلاثه اربعه المرات على الاقل لان اول شيء كتكون هزه الاتربه من غير الا كانوا ادويه وغيرها كيف ذكرتي. مازال غنشوفوا امور اخرى دائما رفقه كل المسلمين والمسلمات اللي قدروا يتواصلوا معنا دائما على الرقم ديالنا 0522 36 92 92 ارجع لكم بعد ما غنسمعوا جميع بلقيس صابره على شدايف دائما على شدايف من الاذاعه الايجابيه. مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم دائما رقمنا راه الاشاره اللي هو
0522 36 92 92. مازال برفقتنا الاستاذ والباحث محمد احسين اللي هو متخصص في التغذيه ايضا. كنتكلموا على لي زيبينار او السبانخ. اليوم شفنا اول شيء العائله اللي كتنتمي لها, شفنا كذلك اشنو هي نوعيه التربه اللي كتتنبت او كتزرع فيها وكيفاش خاصها تكون الاصل ديالها. كذلك مازال نشوفوا الكميه والكيفيه. رفقه كل مستمع ومستمعات اللي مرحبا بالتواصل ديالهم كذلك من خلال التعليقات على الصفحه الرسميه شاد اف ام. اذا نكملوا دائما في هذا الاطار. الناس ملي كتسمع لي زيبينا كتقول واحد المنجم ديال الحديد, ديما تيقولوا انه شي حاجه فيها الحديد بزاف, مفيده كذلك الناس اللي عندهم فقر الدم, مفيده في التغذيه ديالنا, زوينه حتى في الحالات ديال الناس اللي كيبغيو يعملوا ريجيمات. اللي ما نشوفوا صحه هذه المعلومات والصحيحه بعدا ولا لا. واش لي زيبينار فعلا منجم ديال الحديد؟ واش لي زيبينار فيها بزاف ديال المكونات؟ شنو هما الفيتامينات اللي فيها؟ برافو عليك. بروتينات, هاد الامور كلها. مرحبا. اذا احنا غادي ان شاء الله نوصلوا لهاد المكونات او العناصر المغذيه ولا العناصر اللي ممكن تكون مفيده للصحه ديال الانسان اللي كاينه في التركيبه ديال لي زيبينار. قبل ما نوصلوا لهم كاين واحد الاشاره مهمه جدا, وانه الان خاص تكون هناك واحد المراقبه صارمه في القضيه ديال الانتقال ديال لي زيبينار, وخاصه لما عرفنا بان الوراق ديال لي زيبينار كيشدوا كاع الاشياء الملوثه اللي كاينه في الهواء. وبالتالي لما كتشد شي كتجينا لي زيبينار من مسافه بعيده, من الاحسن لي زيبينار نبقاو ناخذوا لي زيبينار ديال المنطقه ديالنا. حنا ساكنين في الناحيه ديال الغرب, ناخذوا لي زيبينار ديال الغرب. ساكنين في الناحيه ديال الشمال, ناخذ لي زيبينار ديال الشمال. لي زيبينار ديال الشمال الى جاو مثلا للغرب, غير داك لو تراجي ديالهم كيهز واحد لا كونتيتي ديال المونوكسيد دو كربون كبيره بزاف, اللي ممكن يكون لها سميتو تاثير سلبي على الصحه ديال الانسان. فلهذا انا بالنسبه لي هاد الاشاره اللي كنشير لها الى كل المستمعين الكرام, على اساس انه في الوقيته اللي توقف عند المربع قول له اش من منطقه, غير يقول لك انت في الغرب يقول لك هذه ديال الشمال, من الاحسن ما تاخذهاش. ماشي حيت السيد اللي زرعها ما دارش الخدمه ديالو, وان غير في لو فيت ديال انها تنتقل من تطوان وتجي حتى للقنيطره, اولا تنتقل من تطوان وتجي حتى لكازا, غتلقى راسها بان هزات واحد لا كونتيتي كبيره ديال الملوثات الهوائيه اللي تقدر تخلق ليا مشكل. الناس هنا غتبغي تسال, احنا لي زيبينا اصلا ملي كناخذوها كنغسلوها جوج ثلاثه اربعه المرات, عندها طريقه غسل خاصه. دوك يعني من اي منطقه جات غتنظف بشكل اللي هو كبير. ارجع ناخذ الاجابه ديالك لا سمحتي, غير ناخذ مكالمات على الرقم اللي هو 0522 36 92 92. فاطمه من سيدي قاسم, السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا لاله, تفضلي. العفو, مرحبا. عافاك, انا بغيت نسول الدكتور, كان نيت الموضوع على لي زيبينا, كان قال لي خذي لي زيبينا وشوال الخيل لابخين, حيت انا كان كنت قلت لي عندي الخزان كان 10 ودابا ولا 20, ولكن دابا انا ياك باقي الضفار ديالي تي ما بغاوش يكبروا الضفار الدرزيه, وقلت له قال لي خذي لي زيبينا. حنا عندنا في مدينه سيدي قاسم ما كاينش لي زيبينا, وما عرفتش الا لقيتهم في شي اسواق, تيقول لك ما تاخذيش الاسواق الكبرى لا تيكونوا مداويين بزاف, ولا ما نعرفش واش يمكن نعوضهم مثلا بديك الحبوب الشيه, واش الشيه عامره بالاملاح المعدنيه, حيت هو قال لي خذي الاملاح المعدنيه. وزعما هذه تعوض الحبوب الشيه, تعوض الاملاح المعدنيه ديال لي زيبينا. واضح السؤال ديالك. خير ان شاء الله. واضح السؤال ديالك فاطمه. مرحبا. من سيدي قاسم, مشكوره بزاف عليه, واكيد مرحبا بالاسئله كل مستمع ومستمعات على الرقم ديالنا اللي هو 05 22 36 92 92. دائما كنتمنوا الاسئله تكون تفصل بالموضوع كيف لا فاطمه كيف عملات, ومرحبا دائما بالتواصل ديالكم ايضا على الصفحه الرسميه شاد اف ام. هنا الناس كيف قلت لك غتقول انها لي زيبينا كنغسلوها بشكل اللي هو كبير, يعني ان لدرجه ان بعض المرات كترقد في الماء عاده باش كتغسل, يعني اي حاجه كانت هزاها يعني ادويه اتربه اي حاجه راه كتحيد. لا ممتاز. السؤال بعدا مهم لانه غادي يحل واحد المجموعه ديال كما كيقول الالتباسات اللي تقدر تكون عالقه في هذا المجال هذا. الوغ في الوقت اللي كيكون عندي انفروي ولا كيكون مثلا عندي ليغوم خضره او لا فاكهه اللي هي ملسه, في الوقت اللي كنغسل بهذه الطريقه اللي قلتي كتقول بان الحمد لله ممكن انني نتخلص من كل ما هو فيزيائي بحال التراب وداك الشيء, وكل شويه ما هو
بيولوجي بعض الميكروبات، ولكن كل ما هو كيميائي كيصعب كيصعب انك تحيده من لابو او من الغلاف ديال 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 الخضره او من الغلاف ديال ديال الفاكهه. وبالتالي الفاكهه اللي لمسه ولا الفاكهه اللي محرشه فيها هذه غير الملسه الملسه. وبعض المرات كنلقاو مشكل في اننا نتخلصوا من المواد الكيميائيه اللي كتكون على القافيه، وخاصه انا دابا تكلمت لك على لي بيستيسيد يعني المبيدات، وتكلمت لك على المونوكسيد دو كربون. هادو الا مشاو حتى لصقوا في لابو، لصقوا على الجلده ولا على على الواجهه ديال الخضروات ولا ديال الفاكهه، واخا نستعمل الماء ديال الغسل، واخا نستعمل دوك الطرق اللي كنتكلموا عليها ديال ديال الازاله ديالها، بعض المرات كتكون هذيك اللصقه اللي كتلصق بها هذيك الماده مع لا سيرفاس ديال ديال الخضره ولا ديال الفاكهه، كتكون واحد اللصقه اللي كتكون شويه قاصحه اللي كيصعب اننا نحيدوها بالماء، ويصعب اننا نحيدوها بوسائل اخرى. اشنو هي الطريقه المثلى اللي ممكن اننا نستعملوها في هذا المجال هذا؟ والاستعمال ديال الماء والملح. مرحبا. غنوقفوا عندها الطريقه باش اننا ننظفوا الخضروات ديالنا، وخاصه لي زيبيناغ ولا الخضر الورقيه، لانها تتكون ملسه وكاين اللي كتكون فيها يعني العروقه كيف كنقولوا. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم المستمعين والمستمعات على رقم ديالنا مستمع دائما على شدايف الاذاعه الايجابيه. مرحبا. التواصل التفاعل ديالكم دائما، رقمنا راه الاشاره 0522 36 92 92. مازال كنتكلموا على زيبيناغ او السبانخ، رفقه الاستاذ والباحث محمد وحسين. مرحبا بالاسئله ديالكم دائما في هذا الصدد، كتغني الحوار ديالنا، واكيد كنعرفوا من خلالكم مجموعه من المعلومات. تكلمنا على التنظيف ديال لي زيبيناغ باش ان نتاكدوا او ليكون عندنا التاكيد التام ديال انها ما بقاوش لاصقين فيها اي حاجه ربما اللي تقدر تضرب الصحه ديالنا او لا شي حاجه، حتى الاتربه، حتى هذه الامور، حتى ربما ملي كنا كنهضروا على البقوله وغير كنقولوا خاص الانسان يرد البال، لان اعزكم الله يعني ان كيقدروا انهم يتبولوا على الكلاب او شي حاجه من هذا القبيل الا كانت مزروعه في شي خلا او شي بلاصه اللي هي بعيده. فالانسان متعود انه يغسل هذه الخضر الورقيه بهذا الشكل. لي زيبيناغ شنو الطريقه المثلى باش نغسلوها باش هكذا على الاقل ندخلوا للذات ديالنا شي حاجه اللي هي مزيانه؟ ممتاز. الوغ احسن طريقه باش نقيو لي زيبيناغ وهو الماء والملحه. الماء والملحه كناخذوا 30 غرام في لتر وكنخليهم مده ديال 10 دقائق، يعني بعد حتى الملحه كتولي سوليبل، يعني حتى كتذوب كلها في الماء، الماء كتذوب كندير فيها ديك الساعه كندخل السبانخ ديالي ونخليها مده ديال 10 دقائق، وكيكون ان فينومين دو رولارغاج. شنو هو لو رولارغاج؟ هذيك ديك اللصقه اللي كتكون كتلصق الماده الكيميائيه مع الجلده ديال 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 الخضره ولا الجلده ديال الفاكهه، كتحاول ديك الملحه انها ديتاشيها، انها كتحلها من ما كتخليهاش لاصقه، وكتولي كتلعب في الماء، وبالتالي لما كتشد ديك الورقه وتغسلها من بعد ديك لو سيجور ديالها في الماء ديال 10 دقائق، لما كتغسلها كتشوف راسك بان فعلا راك حاولتي تتخلص من دوك لي برودوي كيميك، وباذن الله انا ذاك لما تاكلها دائما عندنا ديك القاعده اللي كنقولوا، اولا كنشوفوا الوريقات اللي يكونوا صغيورين، ثانيا كنجيبها للدار ونحطها في الماء والملحه، ثالثا كندير لها واحد لو كورون دو تحت الروبيني باش داك الشيء اللي باقي مازال لاصق يتحيد مزيان، ثم كنحاول في الوقيته اللي غادي نطيبها نقول الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبهذه الطريقه هذه ان شاء الله غادي نكون كليت السبانخ ديالي، كليت الفاكهه ديالي، كليت الخضروات ديالي، وتكون باذن الله سليمه، والفوائد ديالها تكون على المستوى ديال الذات ديالي عجيبه. نعم. اجي نتكلموا على المكونات. فوالا. مرحبا. الوغ فيما يخص المكونات ديال لي زيبيناغ، اولا كنشوفوا واش عندها سعرات حراريه اللي تقدر نخاف انها تزيد لي في الوزن ديالي، نخاف انها تزيد لي في الحجم ديال البطن ديالي، نخاف انها تزيد لي في الحجم ديال الارداف ديالي، هنا كنشوفوا شحال فيها من كالوري. الا خدينا 100 غرام ديال السبانخ، الا خديتي 100 غرام ديال السبانخ يلاه كتعطيك 29 ما بين 28 و 29 كالوري، وبالتالي كتقول تبارك الله السبانخ الا خديتهم راه ما نخافش منهم من مسائل ديال زياده الوزن ديالي. ثم بالنسبه للبروتين كميه قليله مقارنه مثلا مع السبيرولينا، الكميه ديالها قليله بزاف ما بين 2 حتى 3 الغرام في 100 غرام ديال السبانخ. بالنسبه للدهون حتى هي ما كاملاش غرام ديال الدهون، اما السكريات
كتلعب ما بين جوج وثلاثة ديال الجرام، ولكن لي فيبغ اليمونتيغ فيها كمية اللي هي لا بأس بها، غير ما كافياش باش انها تلعب الدور ديالها بشكل اللي كيلعبوها خضروات اخرى. اضافه الى ذلك انها هذا السبب دوك اللي فيبر اللي كاينين فيها اللي مهم فيهم، وانهم مرطبين بحالهم بحال الفواكه. حنا كنقولوا الانسان اللي كيكون عنده شويه المشاكل على المستوى ديال الجهاز الهضمي ديالو ما ياخذش شلاضه يعني خضراء، خصو على الاقل يدوزها على فابور باش هذوك لي فيبر ديالها ما يكونوش قاصحين ويؤذيو الجهاز الهضمي. اما بالنسبه للسبانخ، الالياف اللي كاين فيها الياف اللي هي رطبه تشابه الالياف ديال سميتو ديال الفواكه، وبالتالي ما يكونش ليها تاثير على الجسم ديال الانسان. ثانيا المكونات الثانيه اللي كنسميوها العناصر ديال الفيتامينات، كنلقاو في السبانخ لا فيتامين ا وكنلقاو فيه لا بروفيتامين ا، وكاين فيها لا فيتامين بي 1 لا فيتامين بي 2 لا فيتامين بي 6 لا فيتامين بي 9، وهذو كلهم الفيتامينات اللي لهم دور كبير في الرفع ديال المستوى ديال الايض، دور كبير في تحفيز العمل ديال واحد المجموعه ديال الانزيمات، ودور كبير في العمل الانتاج ديال الطاقه وتفعيل الانتاج ديال الخلايا الدماغيه. ثم كتجي كتلقى الفيتامين سي، وما ادراك من فيتامين سي، لان لما كنشوف ان بعد سولتيني قبل قليل قلت لي ومعروف بان ديزيبينا غنيه بالحديد، وفعلا غنيه بالحديد، ولكن كتقول هذا الحديد الا كان في الماده النباتيه جينيرالمون ما كيدخلش بسرعه وما كيدخلش بصفه اوتوماتيكيه للدوره الدمويه. مزيان. خصو واحد كما كيقولوا واحد السيد اللي غادي يدخل ليه باش انه يدخل للدوره الدمويه. شكون هذا السيد اللي يقدر يدخل الحديد ديال المواد النباتيه باش يدخل للدوره الدمويه؟ هي لا فيتامين سي، ولا فيتامين سي موجوده بكميه لا باس بها في سميتو في السبانخ، وبالتالي الوجود ديال الحديد مع الفيتامين سي في السبانخ كيخليو ان الانسان يكون مطمئن ان الحديد غادي يدخل بواحد الكيفيه سلسه وسريعه للدوره الدمويه، وبالتالي غادي ينفع في سميتو في ازاله واحد المجموعه ديال المشاكل اللي غادي نتكلموا عليها بعد قليل. ممتاز. ثم كاين لا فيتامين ك، وما ادراك ما لا فيتامين ك، في تمييع الدوره الدمويه. ممتاز. مازال نكملوا دائما في هذا الصدد، واكيد مرحبا بالاسئله ديالكم المستمعين والمستمعات على الرقم ديالنا اللي هو راه الاشاره 0522 36 92 92. نرجعوا لكم بعد ما نسمعوا رامي عياش وما ما يا دياب سوا على شدايف فم من الاذاعه الايجابيه. مرحبا بالجميع، مرحبا بالتواصل ديالكم دائما وتفاعلكم على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 92 92. مرحبا دائما بالاسئله ديالكم اللي كتخص الموضوع ديالنا اللي اختاريناه اليوم، هما لي زيبيناغ او السبانخ. كنشوفوا الكميه والكيفيه وايضا المكونات ديالها. رفقه الاستاذ والباحث محمد وحسين اللي هو متخصص التغذيه كذلك، مكملين في هذا الاطار وفي هذا الصدد، شنو المكونات الاخرى؟ تكلمتي انها غنيه بزاف ديال الفيتامينات. وصلنا لفيتامين ك اللي هو حتى هو ماده او الفيتامين اللي هو مهم او للذات ديالنا. شنو الاشياء الاخرى اللي ممكن اننا نرصدوها كذلك؟ ممتاز. ما بين الاشياء اللي كتشكل العناصر المغذيه والمكونه الاوراق ديال السبانخ هي لا فيتامين او، ولا فيتامين او احنا كنعرفوا بانهم من مضادات الاكسده العجيبه جدا، وفيها كذلك فوائد اخرى في انتاج واحد المجموعه ديال الهرمونات وانتاج واحد المجموعه ديال الانزيمات وفي تفعيل واحد المجموعه ديال الانزيمات على المستوى ديال الذات ديالنا. اذا هاد المكونات من الفيتامينات اللي كاينه في السبانخ كتخلينا نقولوا كيف يعقل انني ندوز حدا مربع ونشوف السبانخ ونتخلى عليهم بلا ما ندخله في الوجبات الغذائيه ديالي. اذا هادو وشحال عندي من ممكن ناخذ غير مره في الاسبوع ويستافد الانسان غير مره في الاسبوع ويستافد منه الانسان من كل هذه الفوائد اللي تكلمنا عليها والفوائد اللي غادي نتكلموا عليها في يعني في الساعات الباقيه. اذا كاين ما بين المكونات الاخرى اللي كاينه في السبانخ وهي لو كالسيوم. الكالسيوم وما ادراك من الكالسيوم، في تفعيل واحد المجموعه ديال الامور على المستوى ديال الذات ديالنا. غني بالمغنيسيوم، غني بالفوسفور، غني بالبوتاسيوم. وكذلك غني بالحديد وغني باليود وغني بالمنغانيز، وكنشوفوا كذلك فيه الزنك
وما أدراك ما الزنك في المسألة ديال المشاكل الصحية اللي كيعاني منها الإنسان. ثم كذلك لما كنشوفوا المكونات الأخرى اللي تكون موجودة في الورق ديال السبانخ، كان عندنا لاسيد فيروليك، احنا غادي نتكلموا شنو هو الفائده ديالو، لاسيد فيروليك والكلوروفيل، وفيه لا لوتين، وفيه لا سابونين، وفيه لا زيوكزانتين. دونك هاد المواد كلها خاصنا نشرحوها للمستمعين باش نقدروا فوالا بينا الفوائد ديالها. فوالا دونك غير ناخذ مكالمات الا سمحتي على الرقم ديالنا 0522 36 92 92. سعاد مربات، السلام عليكم سعاد. عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا لاله. اخباركم؟ عواشركم مبروك. علينا وعليكم الصحه والسلامه يا رب. منا واختي شكرا. شكرا لك. الله يخليك، كنت نهضر مع الدكتور. مرحبا. الله يجازيك بالخير. انا صيط صحت لي الشرف اليوم اللي كنهضر معاه. مرحبا. نسمع ليه بزاف وهذا، وبالاخص ما عرفتش واش نقول الشركه ولا ما نقولها. لا ما يمكنش. انت مسؤولتي هذا السؤال، عارفه ما يمكنش. نعم تفضلي سعاد السؤال ديالك. مرحبا. راه عرفني وقيل على السنهضرية كدكتور. مرحبا مرحبا. على دوك المنتجات ديال ديك الشركة ماليزيا. لا شوف غير حنا ما خصناش نقولوا الأسماء ديال الشركة ونقولوا الأسئلة في صلب الموضوع سعاد، إلا جيت على خاطرك. شكرا. بغيت نسولوا على هاد المواد اللي كناخذهم، واش واخا نطول فيهم ماشي مشكل، وعلى لي زيبيناغ واش لا طولوا عندي شوية في الثلاجة مازال صالحين ولا شحال المدة زعما؟ الى طولوا في الثلاجه شحال؟ ايوا دابا عندي يكون هادي دابا شي 4 ايام. نعم. لو في الثلاجه لتحت ولا في الفريغو؟ لا الثلاجه لتحت. اها 4 ايام ياك. اه واخا ممكن بحال دابا شحرتهم ونديرهم في الفريغو، ودوك المواد دوك المنتجات المكملات الله يجازيك بخير، حيت سمعت بان ما يكثرش الواحد منهم. واخا وانا دابا اللي لقيت هاد الفرصه انا تنسول فيه ما عرفتش فين نتصل به، وداك الشيء الله يجازيك بخير جاوبني. واخا الله يرحمك الوالدين. شكرا لك بزاف. صباح مبروك. الله يبارك فيك سعاد من مدينه الرباط، واكيد لكل المستمعين والمستمعات مرحبا بالاسئله ديالهم دائما على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 92 92. موضوعنا هو لي زيبيناغ او السبانخ. مرحبا بالاسئله ديالكم في هذا الاطار. هذا نكملوا دائما في المكونات ديال لي زيبيناغ باش هكذا نعرفوا اش مثلا ندخلوا للذات ديالنا وعلاش كنتكلموا. مرحبا. اذا اجمالا المكونات والعناصر اللي كتشكل التركيبه ديال الوراق ديال السبانخ هما هذو اللي تكلمنا عليهم. وحنا اليوم غادي نحاولوا كل ماده ماده وكل عنصر عنصر نشوفوا اشنو هو المفعول ديالو على المستوى ديال الذات ديال الانسان. اذا لما كنشدوا هذه المكونات كامله وكنديروا لها قراءه اشنو كنلقاو؟ كنلقاو بانه ما بين هذه المكونات كاين مواد اللي كتعطينا واحد الخاصيه لزيبينا انها ماده ايموليونت. ايموليونت ايموليونت بمعنى انها كتكالمي كتنقص من الحده ديال الالتهابات اللي كتكون في الذات ديال الانسان. وكتنقص كذلك من الاوجاع ولا الالام اللي كتكون في الذات ديال الانسان. دونك هذه المكونات اللي هي ايموليونت باش في حق بالعربيه ما عرفتهاش، ولكن الدليل ديالها ولا المفهوم ديالها هو انها كتكالمي الالتهابات اللي كتكون في الذات ديال الانسان، وكتكالمي شويه الالام اللي كتكون على المستوى ديال الذات ديال الانسان. كذلك نكملوا في هذا الاطار دائما غير هو ناخذ مكالمات باش ما نبقاش ننتظر اكثر. كريمه من الدار البيضاء، السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا لاله. واش مبروكه وكنشكركم علينا وعليك بالصحه والسلامه. نشكر الاستاذ الله يجزيه بخير. شكرا لك لاكثر من تالو. امين امين اختي، بارك الله فيك. بارك الله فيك، كنشكرك بزاف، مرحبا لك القبعه. الله ينصرك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك استاذ، الله يخليك الله يجزيك بخير. واش لي زيبينا سمعت واحد الوصفه قال لك هي والخيار والليمون زين للطونسيو ديال العين. اها مع الخيار. انا دوزت تندير الدواء العينية، ولكن بغيت شي وصفه اللي سمعت هذه الوصفه باقي ما استعملتهاش. وبغيت التليفون ديال الاستاذ الا كان ممكن الله يجازيه بخير الله يكثر من تالو. نعم قول لي كريمه، انت ديجا كتاخذي الدواء ديالك متبعه عند الطبيب ديالك هذه الامور كلها، انت من ناحيه التغذيه بغيتي تعرفي هذه الماده واش مفيده؟ دابا انا دوزت عند الطبيب وعندي التونسيو في العين، ولكن الدواء باقي ما عطانيش النتيجه، دابا شهر وبغيت كان بغيت غير النمره ديال الاستاذ وتنقلب عليها ما لقيتهاش.
لان هذاك الاستاذ الله يكثر من جهده وحدك الله يجازيه بخير ما غنتكلموش نيابه عنه ها هو كاين راحك الانسان اللي كان مزيان راه كيبقى يتجبد سبحان الله ملي كتشوفي التصويره ديالو ولا كريمه كريمه الاستاذ هو معك هو مباشرة معك لا هذه راه ماشي مجاملة لا ماشي كتسوى على المجاملة على الرقم وعلى هاد المسائل كلها هو كاين هذا الانسان اللي كان مزيان سبحان الله العظيم لا دا اف ام لا الضيوف اللي كتجيبو سبحان الله العظيم ربي يحفظك ربي يحفظك لازم هذه صراحة هادشي حنا الحاجة ما كنديروش الغربة ما كنضرقوش الشمس بالغربة كيما كيقول واحد شكرا لك الله يخطيك الله يجازيك الانسان ما خصو يرفعوا لي القبعة زعما الصراحة الله ينصرك وشكرا لك صراحة هادشي تنقولو كان الله يكثر من تالو شكرا لك بزاف كريمة من الدار البيضاء واكيد شكر موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا مازال على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 92 92 نكملوا دائما في اطار ديال المكونات ديال لي زيبيناغ قلت لك ما بين الفوائد الاخرى اللي ممكن نستخلصوها من هذه المكونات ونعاد نصير المشكله البنيه ديال الورقه ديال السبانخ وهو انها ماده كتسمى كذلك فولنيرير بمعنى هادو كلمات اللي حاول تقلب عليهم خاصنا باش نعرفوهم على الاقل تقريبا باش المستمعين والمستمعات ممتاز فوالو حنا كذلك شنو هي فولنيرير صافي دير بانه ممكن راه عقلتي واحد شي ايامات كانوا كيشدوا ديك التحميره ولما كيتجرح شي واحد كيحطوها له في ديك البلاصه ديال الجرح ديالو يعني ملائمه هذه كذلك لي زيبيناغ ممكن انني نشفهم في واحد واخا هي مساله غير صحيه على الاقامه وهذه الامور كلها على الجروح كتدقى وكتولي سو فورم دو بودر وكنديرها على شكل ان كاتابلازم الكاتابلازم وكنحطو في داك المكان يا اما كنخلطو مع زيت الزيتون او لا كنخلطو مع العسل او لا كنخلطو كذلك مع الويل دو جوجوبا وكنحطو على المكان ديال الجرح وباذن الله كتشوف شي اشياء عجيبه من خلال هذوك المكونات اللي خلات مثلا الاوراق ديال السبانخ دار اليوم انهم سو سون دي بلانت ا فيرتو فولنيرير نعم مازال نتكلموا في هذا الاطار ونشوفوا لان الناس اللي غتسمع تقول واش هو صحي واش ما عندوش شي مضاعفات على الذات ان واحد الحاجه اللي غتولي بودره وغتحط على بلاصه اللي هي جرح يعني كتدخل المكونات كلها للذات ديالنا عبر ذاك الجرح الناس بغيت تعرف معك هذه المعلومه صح واكيد مرحبا بالاسئله ديال كل مستمع ومستمعات على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 92 92 دائما على شاده فم اذاعه من الاذاعه الايجابيه مرحبا بكل المستمعين والمستمعات مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم دائما على رقمنا اللي هو راه الاشاره ديالكم كاملين 0522 36 92 92 مرحبا بالتواصل ديالكم موضوعنا هو لي زيبيناغ رفقة الاستاذ والباحث محمد حسين اللي هو متخصص في التغذيه ايضا اذا مكملين دائما في هذا الاطار ديال المكونات ديال لي زيبيناغ مازال كنتكلموا عليها وتكلمنا على مواد قلتي انها ملائمه قلتي انها كتكالمي قلتي بزاف د الحاجات وقلتي كذلك انها نقدروا نديروها فورم بودغ بالنسبه للجروح الناس غتفهم كنعرفوا ان الادويه هي اللي كتليق لهاد المسائل هذه بزاف الناس ولينا نقولوا خاصنا نبعدوا على التحميره على القهوه على هاد الامور اللي كتعمل فما غنجوش نقولوا حنا لي زيبيناغ الا ما كانش شي حاجه اللي هي مثبته دراسه وعلميا انت لا تقدر تثبت لنا تفضل مرحبا الوغ ما بين الاشياء اللي ثبتت علميا هو ان لا كلوروفيل لا كلوروفيل اعطت نتائج مهمه جدا في ما يسمى الجروح لا كلوروفيل دابا كتستعمل على المستوى الدولي في هذا الامر هذا الوغ المعروف بانه لي زيبيناغ غنيه بلا كلوروفيل ولما كتولي سو فورم دو بودغ وكتزيد معها العسل مثلا ديال الاوكاليبتوس العسل ديال الاوكاليبتوس مع لا بودغ ديال لي زيبيناغ من خلال البروبوليس اللي كيكون لي تراس ديالو مازال في العسل ومن خلال لا كلوروفيل اللي كاينه في لي زيبينا لما كتجمع هاد لي دو برينسيپ لما كتحطهم على الجرح النتائج كانت جد مهمه فكما كيقولوا الان كانت هناك المعلومه العلميه من خلال المكونات ديال هاد المواد اللي تكلمنا عليهم اضافه الى التجارب وحنا كيقول لك اودي الميه بتكذب الغطاس حنا ماشي واحد ماشي جوج ماشي حالات متعدده انا منهم لما كيكون مثلا عندي شي جرح ولا هذا اوتوماتيكمون وليت كنفكر في الاستعمال يا اما لا كلوروفيل اللي كانت عندي مباشره او الاشياء التي هي غنيه بالكلوروفيل كنزيد معها زيت العسل علاش لان بناء على المعطيات العلميه
ولما كنحطهم في ذاك المكان هذاك النتيجه كتكون بالاكثر من ذلك. كتجي بعض كتجي في هذاك تلقى ولات بحال سيكاتريزونت حتى لا سيكاتريس ما كتبقاش في ذاك المكان اللي درتيها فيها. هذه جروح سطحيه ماشي دوك فوالا جروح سطحيه دونك ممتاز. وبالتالي بناء كما قلت على المعطى العلمي والتجربه الان خلتنا نؤكد ان استعمال هذه الامور هذه باذن الله لها نتائج جد طيبه. ممتاز شكرا على التوضيح. مرحبا. المكالمات على 0522 36 92 92. خديجه مصويره السلام عليكم. لا خديجه. عليكم السلام. مرحبا لالا تفضلي. عليكم السلام. تفضلي مرحبا. عليكم السلام مرحبا. نسى الغالة واحد الواليده مريضه. تفضلي بالسؤال ديالك مرحبا. خديجه. نعم كنسمعك. وتفضلي بالسؤال ديالك صح حنا كنسمعوك. كاين واحد الواليده مريضه عندها الدم في الدكتور. مرحبا. ومنسول على واحد خويا عنده مصرع. بلاتي بلاتي خديجه غير بشويه لك سولي بعدا على الواليده ديالك شنو عندها شنو السؤال ديالك عاد نمشيو عند خوك ماشي مشكل. يلا خديجه. نعم. عطيك السؤال ديالك. الواليده مريضه. اييه. عندها شحنه في الدم. عندها اش؟ شحنه في الدم. ممكن الدكتور يقول لي لا كان فهمي. نعم واش اشنو قال لكم الطبيب؟ قال لي عندك غير شحمه في الدم. ها عطاها الدوايات عطاها علاجات عطاها فتيح اشنو عطاها؟ عطاها الدواء عطاها. وشنو كتحسن اشنو مراقبه بالدواء ديالها؟ مراقبه الدواء ديالها ولكن هي باقه وكتشوف واحد الدوخه في راسها. نعم عندك لها سؤال استاذ غير باش نوضحوا. نعم نعم حنا غنشوفوا من ناحيه ديال التغذيه. خديجه شنو؟ مرحبا شنو المواد الغذائيه اللي تقدر تاخذ؟ سؤالك الثاني خديجه. نعم سؤالك الثاني. عندي واحد خويا مريض عنده مصرع. ويمكن الوالده ديالي ما كيفيهاش النعاس. دابا الام ديالك خدينا السؤال ديالها خديجه ركزي معايا عافاك. دابا الاخ ديالك قلتي عنده المصران شنو عنده في المصران؟ عنده كيفيه القبض. القبض فوالا دونك ديجا كياخذ دوايات ولا شي حاجه؟ لا ما كان كياخذ دوايات ما كيديروا ليه والو. دابا غنشوفوا الناحيه ديال التغذيه كذلك. خديجه شكرا لك بزاف على السؤال ديالك مرحبا. شكرا لكل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا مازال رقمنا راه الاشاره اللي هو 0522 36 92 92. غير رجاء تكون الاسئله وصلوا بالموضوع غير باش نغنيو الحوار اكثر وباش نتعرفوا على معلومات اكثر خاصه اللي كتخص لي زيبينا. ناخذ مكالمات على رقمنا مرحبا. فاطمه السلام عليكم. السلام عليكم الله. اهلا وسهلا فاطمه مرحبا بالناس ديال المكناس مرحبا تفضلي لاله. شكرا بزاف كنشكركم بزاف. العفو لاله. واحد السؤال الدكتور الا كان ممكن. مرحبا. انا عندي جرثومه المعده. والطبيب نصحني بالسبانيخ والمكور والبروكولي يعني جميع الخضروات. ولكن المشكل عندي لاكوت عاوتاني الطبيب مانع عليا هاد الحوايج هادو. دابا كنسول ما هي الطريقه السليمه اللي نقدر ناخذ فيها هاد العناصر ونستفد منهم بدون اضرار. نعم دونك جرثومه المعده خاصك تاخذ لي زيبينار. جرثومه المعده خاصك تاخذ لي زيبينار. عاوتاني الطبيب ديال قال لي لاكوت خاصك لا. دابا شي طريقه اللي نقدر نوازن بها نستفد من العناصر بدون اضرار. نعم واضح السؤال ديالك. عاوتاني الدكتور الا كان ممكن. مرحبا. شنو نظام غذائي لهذا الجرثومه؟ حيت عندي شويه التحليلات طالعه بزاف. مرحبا. واخا جرثومه المعده. نعم شكرا لك بزاف فاطمه ومعافاه ان شاء الله بالشفاء يا رب. شكرا لك عشر مبروكه. مشكور لكل المستمعين والمستمعات اللي غنكتفيوا بهذا القدر ديال الاسئله ياك باش هكذا نتمكنوا اننا نجاوبوا على كل سؤال ونعطيوا الحق ديالو كيف موالفين. نكملوا دائما في الاطار ديال اشنو هما المكونات الاخرى اللي الناس على وديتها يردوا البال باش انهم يستافدوا من القيمه الغذائيه ديال لي زيبينار. كاين واحد جوج المواد الاخرى اللي واقيلا نسيناهم في المكونات ديال السبانخ. حنا مازال كنتكلموا عليهم زعما باقي ما نسيناش. ايوا تخاف. اذا كاين عندنا لاسيد اوكساليك وحنا غادي نشوفوا الفوائد ديال لاسيد اوكساليك على المستوى ديال الذات ديالنا وكاين فيها ليبيطايين. الوغ هاد لاسيد اوكساليك وليبيطايين موجودين في الباربة وموجودين كذلك في سميتو موجودين في السبانخ. فلهذا الدكتور الله يجازيه بخير اللي عطى للسيده قال لها تاخذي السبانخ بالنسبه للناس اللي عندهم الجرثومه.
فهذا كيدل على اساس انه كاين الناس ولات عندها وعي بمعرفه ما هي المكونات ديال المواد الغذائيه باش من خلال دوك المكونات ممكن ان الانسان يتكلم ويقول لك فوالا ها علاش غناخذها. وإلا كانت غنتكلم مثلا بحال شي سؤال من الاسئله كيقول لك ودي راه عنده قبط ولاده كتقول ايه غنستعمل هذه الماده هذه واش غتنفع فعلا في القبط ولا ما غتنفعش؟ واش غتنفع في ازاله الاسهال ولا ما غتنفعش؟ بناء على ايش؟ بناء على المكونات او العناصر المكونه لديك الماده الغذائيه اللي كنتكلموا عليها. اذا في هذا لوسونس غادي نمشيو ان شاء الله. وقلنا بانه ما بين الاشياء المفيده اللي كاينه في يعني في ليزيبينا هو انه ماده رافريشيسونت. رافريشيسونت هو في الوقيته اللي كيكون الانسان في واحد الجو حار وكيطلق لا كليم. لما كتطلق لا كليم كتحس بان هذاك الانتعاش اللي كتعيشو هذاك هو اللي كيقول لك ودي في الوقيته اللي كتاخذ لي زيبيناغ لو كور ديالك كيعيش بداك الحاله الانتعاشيه اللي كي هو كينتظرها في الاكل ديالنا لي زيبيناغ. اضافه الى ذلك كتلعب دور ديال انها لاكساتيف. شنو هي لاكساتيف؟ هو انها كتفاسيليتي الخروج ديال الخروج ديال النفايات من المصرى للغليظ. وبالتالي الانسان اللي عنده القبط مفيده كنقولوا ليه ضروري ما يستعمل لي زيبيناغ. علاش؟ لانه غني بماده لاسيد اوكساليك. ولاسيد اوكساليك ما بين الاشياء اللي كيعطي هو انه كيفعل الحركه الدوديه ديال الجهاز الهضمي. ولما كتفعل الحركه الدوديه اوتوماتيكمون كيخلي دوك النفايات اللي كاينه على المستوى ديال القولون كتخرج وكيتنقى القولون وكيعيش الانسان مرتاح. ثم ما بين الاشياء الاخرى اللي ممكن اننا نستفدوا من خلال الاكل ديالنا لهاد السابانيغ وهو سيت اون ماتيير رومينيراليزونت. رومينيراليزونت بمعنى انها كتعزز الجسم ديالنا بالاملاح المعدنيه المفيده. الاملاح المعدنيه اللي محتاجها لو كور ديالنا. غير هو كما قلت لكم قبل قليل ناخذ لي زيبيناغ ديال المنطقه اللي كنعيش فيها. اولا انني عايش فوق التربه ديال ديك المنطقه وكناخذ من التربه ديال ديك المنطقه وبالتالي الجسم ديالي بحال لا ولات عنده واحد كما واحد الالفه مع النوعيه ديال التربه اللي انا كنعيش فيها. فهاد المفهوم ديال انه كل واحد ياخذ من المنطقه اللي كاين فيها المواد الغذائيه ديالو باش كيبقى دائما في تناسق وفي تناغم مع المحيط اللي كيعيش فيه. ممتاز. اذا احنا غنكتفيو بهذا القدر ديال المكونات.